طبعا موضوع المتقاعدين موجود على جدول اعمال دور الانعقاد الجاي وراح يتم التصويت عليه. موضوع البنزين هناك، تقصد خفض سن التقاعد اي نعم المقدم من نائب علي الدقباس؟ اي نعم. موضوع البنزين انت مع هذا القانون؟ انا مع هذا القانون. وموضوع البنزين يا اخوي ايضا شغالين عليه، ولكن السؤال الاهم لماذا دائما نعاقب المواطن بسبب سوء اداره الحكومه؟ ليش ما فكرنا نوقف الهدر بدل لا تروح جيب المواطن؟ ليش ما فكرنا نوقف اللعب اللي قاعد تصير بالاوامر التغييريه اللي من خلال القطاع النفطي او بعض المشاريع بالاشغال مع الاشغال ونروح جيب المواطن؟ وليش في فهم خاطئ بان المشاريع الشعبيه او القوانين الشعبيه دائما تكلف الدوله؟ لا ابدا، هذا الكلام ما هو صحيح. هناك مشاريع او اقتراحات بقانون شعبيه لا تكلف خزينه الدوله، لا تكلف خزينه الدوله، وهذا اللي حكيت فيه باول اللقاء، بان قدمت اقتراح بقانون بتنظيم الاجارات في البيوت السكنيه. اليوم الاسعار وصلت بشكل خيالي، تكفى قول لي هذا شلون بيكلف الدوله؟ هذا ما راح يكلف الدوله. انت تبي تسوي زياده 50 دينار للمواطنين، ولا تبي تقنن اسعار الاجارات البيوت اللي موجوده سواء في المناطق الحضريه او المناطق اللي يسمونهم داخليه وخارجيه، احنا كنا دوله واحده يعني ما فيها خارجه. قول لي هل هذا يكلف الدوله؟ لا ابدا ما يكلف الدوله. لكن هل هذا شيء متعمد ان الاسعار والناس تعيش في هذا الهموم؟ هل هناك نظريه الفوضى الخلاقه؟